مساحة جديدة للرأي، أهلا بكم. تحل اليوم الذكرى 35 لتحرير طابة، والتي تحتفل بها مصر في 19 من مارس من كل عام، لأنه اليوم الذي استردت فيه الدولة المصرية آخر شبر من أراضيها في سيناء من إسرائيل بعد الانتصار العسكري الذي حققته في حرب 6 أكتوبر عام 73. معركة دبلوماسية وقانونية ضخمة خاضتها القاهرة تؤكد أحقيتها في تلك الأراضي، لتكتمل هذه الجهود في النهاية بحكم هيئة التحكيم الدولي بعودة تلك الأراضي لمصر، وتفشل المناورات الإسرائيلية للاستيلاء على هذه الأراضي فوق أرض سيناء الطاهرة، لتكون بذلك آخر مئات الأمتار اللي تعود لحضن الوطن الأم مصرنا الغالية. سوف يظل استرداد هذه القطعة الطاهرة من الأرض ملحمة خالدة لن ينساها التاريخ المصري الحديث الذي سجلها بحروف من نور، بل إن كل حرف من هذه الملحمة كان شاهدا على مدى ما تملكه الدولة المصرية من إرادة صلبة لا تقهر وقادرة على التغلب على كل الصعاب مهما كان حجمها. ويظل يوم 19 مارس ذكرى استرداد أرض طابة أحد الأيام التاريخية اللي لن ينساها المصريون، حينما رفرف علم مصر على ذلك الجزء الغالي من تراب الوطن بعودة آخر شبر من سيناء إلى مصر. المزيد من التقارير والتفاصيل عن هذه المعركة نتابعه في هذا التقرير. طابة عروس جنوب سيناء، تجمع هذه المدينة بين التاريخ والأصالة، وتمثل قيمة تاريخية واستراتيجية كبيرة نظرا لموقعها المتميز، وتعد آخر النقاط العمرانية المصرية على خليج العقبة في مقابلة الميناء البحري الوحيد للأردن وهو ميناء العقبة. ورغم مساحة مدينة طابة الضئيلة التي لا تتعدى كيلو مترا مربعا واحدا، إلا أنها تتمتع بالعديد والعديد من المناطق السياحية المهمة والتي يأتي إليها الأفواج السياحية من كل بقاع الأرض لرؤية تلك المدينة المصرية الرائعة. ولعل تلك المميزات وغيرها إلى جانب أسباب سياسية أخرى هي ما دفعت إسرائيل للتمسك بها والمماطلة في الانسحاب منها، وكانت تلك بداية الملحمة، ملحمة استعادة طابة التي تعتبر من أبرز الملاحم المصرية في العصر الحديث. وقبل إتمام المرحلة الأولى للانسحاب الإسرائيلي من سيناء في عام 1982، كان أول ظهور لمشكلة طابة عندما أعلن رئيس الجانب العسكري المصري في اللجنة المصرية الإسرائيلية أن هناك خلافا جذريا حول بعض النقاط الحدودية، خاصة العلامة 91. وحرصا من القيادة السياسية المصرية على إتمام الانسحاب الإسرائيلي، اتفق الجانبان على تأجيل الانسحاب من طابة وحل النزاع طبقا لبنود اتفاقية السلام. وكان الاتفاق المؤقت الذي وقعته مصر وإسرائيل ينص على عدم قيام إسرائيل ببناء أي منشآت في المنطقة لحين الفصل في النزاع، لكن إسرائيل حاولت فرض الأمر الواقع وإنشاء قرية سياحية، كما مطلت في اللجوء إلى التحكيم مطالبة بالتوافق، وهو ما رفضته القيادة السياسية المصرية، وأجبرت إسرائيل على قبول التحكيم في يناير عام 1986 بعد 4 سنوات من المماطلة. ودخل الجانبان في مفاوضات لصياغة شروط التحكيم والتي انتهت في سبتمبر من نفس العام. كانت مصر واثقة بحقها التاريخي في طابة، فاستخدمت كل الوثائق والوسائل الدبلوماسية والقانونية لإثبات حقها. وبشهادة المراقبين الدوليين كان أداء فريق الدفاع المصري على مستوى عال من الكفاءة والمقدرة. ونجحت مصر حيث أصدرت هيئة التحكيم الدولية حكمها في 27 من سبتمبر عام 1988 بحقية مصر في ممارسة السيادة على كامل ترابها. فقد تم إثبات 10 علامات حدودية لصالح مصر من مجموع 14 علامة بأغلبية 4 أصوات ضد صوت واحد، وإثبات 4 علامات لصالح مصر بإجماع الأصوات الخمسة.
حتى وصلت إلى المرحلة الأخيرة بتسليم طابة في 15 من مارس عام 1989 ورفع العلم المصري عليها في 19 من مارس. أهلا بكم من جديد. ليس أفضل من أن نعرف التاريخ ممن شاهده رؤية العين، وليس يعني لدينا أهم من من خاض المعركة بذاته. زميلنا محمد ترك كان لي النصيب أنه يستضيف الدكتور مفيد شهاب عضو هيئة الدفاع المصرية في قضية طابة أمام التحكيم الدولي. نتابع هذا اللقاء. الأيام التي نعيشها الآن هي أيام ستظل خالدة في ذاكرة التاريخ، ف19 من مارس كان ويزال يوما خالدا في ذاكرة الشعب المصري. هو يوم لا ينسى، يوم استرداد طابة وعودتها لأحضان الوطن الأم، يوم رفع فيه علم مصر خفاقا فوق أرض طابة معلنا للعالم أجمع استرداد نقطة حدودية مصرية واستكمال السيادة الكلية لمصر على سيناء، ومشددا على أن مصر لا ولن تترك شبرا من أراضيها لغيرها كي يفرض سيادته عليه. احتفاء واحتفالا بهذه الذكرى، يسعدني أن يكون معي في الاستوديو الأستاذ الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة وعضو هيئة الدفاع المصرية في قضية طابة أمام التحكيم الدولي، والذي سوف يحدثنا عن ذكريات وكذلك عن شهادة كان قريبا فيها من الأحداث، هي شهادة ستظل للتاريخ. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بك يا أخي، وأنا سعيد جدا أن أكون معك في هذه المناسبة الغالية على كل مصري وعلى كل عربي وعلى كل إنسان محب للسلام وكل إنسان متمسك بحقه. سنة تحديدا مرت على هذا اليوم العظيم، يوم أن أعلن فيه الحكم التاريخي بأحقية مصر في كامل أرض طابة. دكتور مفيد، الحقيقة أنه يعني هذا جزء مهم من تاريخ الوطن. خدنا المعركة العسكرية حينئذ وانتصرنا فيها، وجاءت سنوات الدبلوماسية وسنوات السلام، ثم تبقى جزء كان قانونيا أكثر منه دبلوماسيا. لو حضرتك بداية تحدثنا وتوصف لنا الوضع قبل استرداد طابة. شوف حضرتك، دعني أولا أن أنا أعبر لك عن مشاعري. نعم. لأن في الحقيقة كل ما تيجي ذكرى طابة يعني أتذكرها وكأنها حدثت بالأمس، ويمكن مع مرور السنين المفروض أن الذكريات الإنسان ينساها تدريجيا. أنا بالنسبة لي شخصيا صحيح، وأحسن بالنسبة لجميع المواطنين المصريين اللي عشقوا تراب بلدهم، كل سنة هذه الذكرى تتجدد وكأنها حدثت بالأمس.
ومن هنا تفاصيلها دائما في ذاكرتي، حديثي عنها لا ينقطع، بل إني أدرس كورس بأكمله لطلبة الدراسات العليا في جامعة القاهرة عن تجربة تحكيم طابة كنموذج كيف يستطيع الإنسان أن يسترد أرضه عن طريق القانون، عن طريق القضاء، عن طريق التحكيم الدولي. يعني هذه الملحمة العظيمة تذكرها باستمرار ونستخلص منها الدروس المستفادة حتى نتعامل مع أزمات نعيشها وقد نعيشها في المستقبل. أقول ذكرى غالية جدا، ذكرى مليئة بالجهد وبالأسلوب العلمي وبالعمل الجماعي وبالحس الوطني العالي جدا، وفيها معاني كثيرة. يعني لعل منها أن تتابع القيادة في البلد الفريق المكلف بالدفاع عن طابة باستمرار يوما بيوم. أنا رئيس حسني مبارك حين. أنا رئيس حسني مبارك هو الرئيس الذي أمر بتشكيل لجنة قومية للدفاع عنها، كان لي شرف أن أكون أحد أعضائها، وهي تضم مجموعة من التخصصات المختلفة ذات العلاقة بالموضوع، ويكلفها بإعداد الملف بدقة شديدة وبتفرغ شديد حتى يكون هناك يقين بأن احنا هنستكمل استرداد باقي الأرض اللي كما تفضلت بدأت جذورها وأساسها وسنتها الحقيقي الانتصار العسكري في 6 أكتوبر. نعم. الذي لولا ما دعا العدو مصر أن ندخل في مفاوضات، لأنه أمل أنه لا يمكن أن يحتفظ بأي شبر من هذه الأرض. نعم. فكانت المعركة الدبلوماسية التي أشرت إليها، إنما في النهاية أراد أن هو يعني يترك سبقة، أنه إذا انسحب من أراضي كان قد احتلها فإنه سيحاول بحجة إدخال بعض التعديلات على الحدود لتكون أكثر مناسبة، إن هو في الحقيقة يحتفظ أو يختصم ببعض الأرض. فكانت محاولاته من خلال المفاوضات الطويلة جدا جدا أن يحتفظ بها. طيب، لأنه في أجيال كثيرة انضمت بعد هذا تاريخ من هم دون 35 عاما أو ما يربون قليلا على 35 سنة، كانوا صغيرين في هذا التوقيت. فعايز أوصف الظرف التاريخي، يعني التوصيف لي لماذا تحديدا إسرائيل تمسكت بهذا الجزء من طابة؟ يعني إذا كانت تنازلت يعني بالتفاوض أو الدبلوماسية وجزء كبير من الأمور كان عسكريا، يعني كان بالقوة، لكن لماذا لم تقبل التنازل عن هذا الجزء والتجأنا إلى التحكيم الدولي؟ كان الظروف عاملة إزاي؟ هو يعني لازم عندما نتحدث عن استرجاع سيناء بأكملها إننا نتذكر على طول النصر العسكري. نعم. النصر العسكري هو الأساس، فلولاه ما تمت الخطوات التالية له. يعني قبلت إسرائيل لا تتفاوض لأنها آمنت إن في جيش هنا وراء شعب مصمم على تحرير كامل التراب، ومن ثم طلبت الدخول في مفاوضات، قبلت أن تنسحب غصب عنها، وكانت تتمنى أن تحتفظ ببعض المواقع في التفاوض. ومن هنا في التفاوض في كامب ديفيد 78 واتفاقية السلام 79 حاولت إسرائيل أنها تحتفظ ببعض المستوطنات اللي كانت أقبتها في سيناء على أمل أن تحتفظ بها، وعرضت عدة عروض، إما أن تشتري هذه المستوطنات، إما أنها تستأجرها، إما أنها تمر شراكة مع مصر، ومصر رفضت هذا كله وصممنا على الانسحاب. وجدت إسرائيل نفسها في مأزق، إنها مضطرة طبقا لاتفاقية السلام أن تنهي الانسحاب الكامل في تاريخ محدد، في يوم محدد، في ساعة محددة. فماذا تفعل وهي تريد أنها تأخذ أي مكسب قبل ما تترك الأرض؟ ده كان 25 أبريل 82. نعم. ده التاريخ الحاسم للانسحاب طبقا لاتفاقية السلام اللي قالت سيتم الانسحاب من يوم توقيعنا على هذه الاتفاقية على مدى ثلاث مراحل تبدأ من سنة 79-80 وتنتهي ب 25 أبريل 82. نعم. وبدأت الانسحاب من المرحلة الأولى من لجنة مشتركة مصرية إسرائيلية بتتابع تنفيذ الانسحاب تماما إلى المواقع المتفق عليها طبقا للخرائط المرفقة باتفاقية السلام. المرحلة الأولى تمت، المرحلة الثانية تمت، وبدأنا نقترب
من نهاية المرحلة الثالثة اللي هي بقى يبقى العلم المصري على ما بقى من الأراضي المصرية، ومن بينها ومن أهم المواقع فيها منطقة طابة، وأعلى منها منطقة تانية اسمها منطقة رأس النقبة. منطقة رأس النقبة دي جزء من الحدود المصرية، لأن حدودنا أخ محمد هي من رفح شمالا، رفح المصرية شمالا على البحر المتوسط إلى طابة جنوبا على البحر الأحمر. الخط الحدودي هاي أبعد نقطة في الحدود هي طابة. طابة ده آخر حدودنا. العلامة 91، وأول حدودنا العلامة 1 فوق في رفح، وده خط حدودنا على مر التاريخ من أيام ما كنا جزء من الإمبراطورية العثمانية ثم عصرنا على استقلالنا، والوثائق كلها تؤكد هذا الخط الحدودي الغير مختلف عليه. فلما جاءت إسرائيل لتتم الانسحاب ومعها اللجنة المصرية المشتركة اللي بتتابع التنفيذ على الأرض، ومبدأ الانسحاب إسرائيل معترفة به، مبدأ الحدود المصرية تبقى للخرائط إسرائيل معترفة بها، لا تنازع في حدودنا، إنما في التنفيذ بتقول حاضر أنا هنفذ ما هو في الخريطة، وتيجي على بعض المواقع تدعي إن علامة الحدود تحطها في موقع غير الحقيقي لتحتفظ بجزء من الأرض، بس تدفع علامات بسيطة، العلامة 7 ده العلامة هنا، مصر تقولها لا هنا. كان الفرق يعني جغرافيا قد ايه؟ لا الفرق في العلامات بيختلف، في بعض العلامات 7 27 42 56، الفرق بين اللي احنا بنطالب بيه وهم بيطالب بيه امتار 30 متر 40 متر ما تفرقش عملا. تفرقش لانها منطقه جبليه وما فيهاش يعني حياه تقريبا. انما لما تنزل تحت بقى في العلامات 84 85 86 87، دي بقى منطقة رأس النقب اللي هي المواقع اللي إسرائيل بتدعيها تختلف عن اللي احنا بنقوله اللي هو حقنا، حوالي 5.5 كيلومتر مربع. دي منطقة رأس النقب فيها مطار عسكري استراتيجيا في غاية الأهمية، عالية مساحتها كبيرة. وننزل بقى العلامة الكبيرة الأهم حاجة بقى هي بتدعي موقع لهذه العلامة اللي بيه تحتفظ بطابة، تبقى طابة تدخل في الجزء بتاعها، واحنا بنقولها لا الموقع بعد كده وبالتالي طابة جزء منها. فالحقيقة كان أهم خلاف حقيقي هو العلامات الأربعة في رأس النقب والعلامة الأخيرة اللي هي في طابة. هي المعركة القانونية كانت على العلامة 91 فقط ولا على كل العلامات؟ على كل العلامات من 84 لحد 91، حتى العلامات اللي احنا بنسميها علامات الشمال. هو أثناء المفاوضات قبل ما نبدأ قضية التحكيم احنا بنتفاوض عشان تتم الانسحاب، ونعمل نوقع بروتوكول وندعو رئيس الجمهورية الرئيس مبارك رحمة الله عليه أن يرفع العلم المصري لأن تم الانسحاب. ما طلت في الانسحاب واختربنا جدا من 25 إبريل، ولا تريد أن تخرج من رأس النقب بأكملها، ولا تريد أن تخرج من طابة بأكملها، والعلامات اللي فوق أيضا اللي احنا ما تفرقش قوي معانا، لا معانا ولا معاهم، هما بس اضافوا قالوا يا عم انتم مصممين وبرضوش تقبلوا باللي احنا بنقوله في موقع العلامات اللي هي رأس النقب وطابة. طب انا بقى رجعت في كلامي، العلامات التانية اللي هي 9 اللي فوق انا بقى المواقع بتاعتهم مختلفة، وبقى تطلب امتار قليلة الحقيقة ما هي ذات قيمة، انما النزاع الحقيقي 4 علامات رأس النقب وعلامة طابة. هي دي كانت لب المشكلة. اهميتها طبعا لانها منطقة يعني سياحية هائلة، موقعها استراتيجي عسكري في غاية الأهمية، الميناء الملاصق ملاصق تماما للحدود الإسرائيلية اللي هي إيلات، فلعدة أسباب سياسيا استراتيجيا تاريخيا آثار سياحة نقل، لان في عمليات سياحية ما بين مصر إسرائيل الأردن السعودية، منطقة في غاية الأهمية وغاية الجمال من الناحية السياحية وكذلك من الناحية الاستراتيجية. فمن هنا كانت محاولتها أن تغتصب طابة بزعم موقع هي اخترقته، قالت هو ده الموقع الحقيقي
لعلامة طلبة. العلامة ما كانتش موجودة. هم اصطدموا الناس ما بيفرطوش في طبعا. طيب ساعتها هم ما رضيش يخرجوا من بعض المناطق، الأربع علامات بتاعت رأس النقب وعلامة في طابة اللي هي 91. إيه اللي حصل بقى؟ يعني قلنا هنعمل إيه؟ إحنا اللي اقترحنا التحكيم ولا هم اللي اقترحوا؟ الدنيا كانت عاملة إزاي يا دكتور؟ الحقيقة هنا يحكم هذا الوضع اتفاقية إعلان مبادئ كامب ديفيد 78 اللي هو قرر مبدأ الانسحاب وتطبيع العلاقات مع إسرائيل من ناحية، واتفاقية السلام 79 اللي قالت تفاصيل يتم الانسحاب الى حدود المصرية الدولية مع فلسطين تحت الانتداب وحدودنا اللي هي معروفة من ايام الامبراطورية العثمانية. وقالوا في الاتفاقية مادة تقرر ان اذا حصل خلاف في تنفيذ هذه الاتفاقية يعني في انهاء عملية الانسحاب فهنا هذا الاختلاف يحل عن طريق التفاوض، وإذا لم ينجح التفاوض في التسوية الودية التي ترضي الطرفين فعليهم أن يلجأوا إلى التحكيم أو التوفيق. اتفاقية طابة وضعت إسرائيل في مأزق بحسب دكتور مفيد شهاب اللي اختص التلفزيون المصري وقطاع الأخبار بهذا اللقاء مع الزميل محمد ترك. يعني مصر اختطفت من براثن الأسد هذه القطعة الغالية، على الرغم من أنه عار أن احنا نوصف الكيان الصهيوني بكونه أسد، لكن مصر انتصرت في النهاية. الشكر، كل الشكر لمن جاهد حتى أعاد كل الشبر من أرض الوطن. شكرا لمتابعتكم وبشكر فريق عمل مساحة للرأي، شكرا جزيلا لكم.